حدثنا معلَّ بن أسد، حدثنا وهيب عن أيوب، عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رهطًا من عُكَل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسلًا، قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا. وقتلوا الراعي، واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم، فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الطلب، فما ترجل النهار حتى أُتي بهم، فقطَّع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأُحميت، فكحلهم بها، وطرحهم بالحرَّة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا، قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الارض فسادا